السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبن ونكسن في ونكسن داو ديال هل كان جوجنو وانا قوم مرن عبد العكية وكسر لابد جيبتي سيدا انترنت في شبكة انترنت يعني كانتين فيسبوك وحا ما تدعي دعوة متخانة أفكسو أرحى متخانة ورير كل وضي تاسو أرحى بعد راسو أرحى حافظي أهنجو تقولي أهنجو مشهد إلي سنتا حرمت يرى إلي سنتا الهانجستي ونقل جري داري أحمد فارح وضاف مرعدير وأحا فيينكا دلد المعارك إلي سنتا أهلا بدوميها دلد حسب المعارك إمرتين هكا يوم ما تقول لي سي سيدان البركي سي وير لقصو قاضي سيدان نو شيغن دكي قوب جوغ أها وير كاسو مارك إلي وحيل وير كاسو مارك إلي سيد إن هنا بقى في سي عدين هنا على بطن استحتالو إن أي مارك تي حكا هاسي لالالان إن دين عقل حكا هاسي كالي لالالان اللي هو بوي مكا سي آن وحوكو بنا ودتك إنت آن بوبجوك أهين أيو إيجر أيو أركان لابا دي جوتي وحي مارك تي إسودا إسودا إلا إن أي مارك تي ورايسي أي لييرتو دتكي بوبجوك أها مكا وحان سيويا لني سعادة فارح بدر أو آن دوميها أورك حواكي هي سنتا أو أحو يوينك دلد البغاق معارك ويوينك سعادة تلو مكرافون لابد جيبوتي مكا بحاجة عنا هاي وأركينا وحياو استحيالو ألعب الله حركات بدل استحيالو كم بجرب بدل المعارك تسكرينة دودو يالي نحن حاكينا ليه سكرينو هكا هو أحو أركينا مكرا كمبيوتر أك محاية هاي ما شنت سكرين إلا سكرين في زمان ما كمبيوتر كلها تلو يستعمالا بسوا حيكا لك تشون كمبيوتر رقو كان يا ماشي كما كما يكا بيشتا تكالا أراكين اللي قاضي شبكة الانترنت في جوستا موح ما نعني سوري إلي أراكي سيكو بعدي قالوا ما بطتك عارف وبجوغة هين المعلومات خبا قالوا وحيد عني وشكا وقد صدها هاي المدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبينا والله عراقنا وقت وحكومة كثيرة لسيس بيسان يعني يعني المانجستاسون وديك بوسنا هي دجيجة هي أقوى قيسر وديك ما كانت بطلع ميت لنا لكن اليدين إن حكي المدان وفريقة ده نحن نتفعل والمران محبضا على بطن المران والمدان بطن موصرة عندنا كنا مفروض نعمل كنسول تاني، هذا مريض يسكت من هاي، مفروض نعمل أنا كن حد من ضاع الفسق فين كان عمل، هذا مولا إننا نقولين، وأنا أقول ما بقول من الأسرى وين من ستة بقى، عدين زين وقطع، ما يروح عندنا، ده ما عندنا، ده بوصلة عندنا، ده بوصلة في المجتمع، فرتابلة كوشتة، ما لو هوا يرتفع صار نقلة، مجد، سيدي بقول ما كان يجي، ده ما ده يسوال هذي ما أنت ما بحويان يعني بحويان دعوت ما تقول معي دعوت أيامان بوا الله أبوه هيا وأنا بيجي أكل كعك بحام بحام بوسجة بسكرت الرياض بوسجة والله كنا والله ما لا أبغى مين بيجي كمان كبران اسمه بالنجليا أوكي هذي أود أن بسوي حاجة عادي ضم ليش سكتوا بي لمن يمجو كذا لقاعة أو حتى كبريتي أيام وقت ويكمل يجين لو حملت جويريا يو كمان كان شكل حليمة حليمة بسين حليمة بسين ولا يتوهيب تون تون ترى خارق علم خارق علم وكمان تهاي ينام ينام بطلع كمان تهاي ولا قاعد ولا حريه كان أنا كمان تكون مقدوم كي تك الحريه أنت اللي قبلني إن جوا كل حريه إن تواصل مع بسمة كل حريه إن نقدر نجي إن جزء من بسمة سادم لوكال فعليا وكان إنتي أنا بقوم مقر، لكن كنت تقوم بيني، أيا أنا جا اليوم ده رحمة فرح اليوم سكرية بلا أبو قارية، أيا أنا والله صهر، أيا هذا فتوى بابو قار، والقراعة يا ده النوال الدلي، ودي وين الله يلا طلع الرق، أو جابني كا سياش كطاهر، أيا الدلي، كيو حس تصور ابن ما كبش مشي أصلا، نكيو أولى، وأصلا وين أنا وينه. عم في شغلة عنك أنا بقول شغلة
كتفاية ذلك يسيب تلفونه دي بوالا بوبوية
مكادين وحا كقرن إنه مجرتين وحويا دور الملكي بابا أيسو دو وحا كتنين هاي هاي دي وحا دكو بابا عيا وبوليس قالوا مغاني فوكا وحويا عبد الله عبد دي مالا دولة سيسعطوا أكا يالو دكا كوسي بابا عيا ولي هاي وحا نسوه هاي ساعد عبد الله عبد أحد يتنو رب وإن كبوحا فوكا وحويا عبد الله عبد هذا نطوها دان غوية دان هاي أنو بعبنينا وبدك يجي رباها ولا بقها وقرحيه لبعض الحب اللي كان يبوها إياه لأنه كان لك قبطان لها دينا لك قبو وإن الدنيا ده مقايشانينا دواد الله كان مقايشانينا حقوق الإنسان كان مش مقايشانينا عبد الله عبدها أنا لك قبط هيا تخلق عبد الله عبد الله عبد الله عبد وانين أسكري وانين نطغانا كورنيل أود وصل رئيس العيدة ما دولي عدة قبان كانت تكسر رئيس عبد الله عبد الله قبان كرم من رحوين عمو كحيس من رحوين وانو نوقع قبطان Dia ni ni
ninka waa caruurtiini ama dadka qaraabada xidheen markaa taas waxa ay u tahay culays siyaada waa cabasho ah oo uu aad u dubiseen xukuumadda madaxweyne Ismaaciil Cabdiraxmaan xukuma ma jirta xataa dadkii booyooyinkii dalada dhaqdhaqaaqa mucaaradka iyo maxkamadda ma u gudbiseen dowladda
dadkii reporterintii tagay nagaa askartii iyo dadkii meesha joogay waxay ii sheegeen inay dad qabto 11 qof gaaray inay ku jiraan nagaa anigoo fursad u yeeshay inaan afokaadii maaragtay raaco kadib markaa dadkii maaragtay waa noo sii dayn waayey waan ka imanay marka haddana waxaa dee qabashadii haddana waxaan ku xigto 10 qof oo maaragtay maanta la sheegay haddana inay alaabta lala xidhay oo weli haddana gacantooda ku jirto marka tira ahaan marka laga hadlo dad la gaaray maaragtay dhow iyo 10 oo shalay ilaa xalay la qabtay 10 qof oo maanta ah iyo 6 qof oo gabo ku sii jirtay dad 11 qof ah ayaa gaaray oo intaa dheer yihiin 5 siyaasiyiintii hore ee maaragtay 3 ciil sheekh ilaa kamaal noqdo iyo laba qof kaloo siyaasada xumaad ku jiro maaragtay maxamed jaamac uu ku jiro iyo geeraale uu ku jiro marka waka sidaas kale ogtihiin wariyaashii labada jibuuti waxay ka mid tahay iyaguna maaragtay dadka mataqaana victimka dhibaatada ay kasoo gaadheen cadaadiska iyo cagay jubleynta mataqaana taliska wariyaha wariyaasha dadkii xalay la xidhay waxaa ku jira wariyihii mataqaana ka tirsan laanta codka jibuuti labada jibuuti musafa cali ood garanaysa inuu barnaamijkii wuxuu ogaan liidaa ahay jiray dadkii laka qabta xalay ugu jiriy iyo ka mid ahaa marka waxa weyaan waxaan aad u dhaleecaynaynaa ambaaraynaynaa labada jibuuti haddaan nahay in laga daayo dadka shacabka ah dadka aan cod lahayn dadka aan xuquuq lahayn dadka wadaniga ah mataqaana in laga daayo cadaadiska uu taliskud maaragtay xukuumadda jamhuuriyadda jibuuti haddayna dadkan ayna matalin iyagu xidii kale matali lahayn inay u baneen albaabka in loona ogolaadana xuquuqda mataqaana qofka madaniga uu leeyahay inuu dareenkiisa ka hadli karo inuu cabiri karo aragtidiisa in mataqaana aragtida laysku ogolaado waxa weyaan dadkan cidina ma wato haddaan wariyaal nahayn anagu kuma wadano haddii aan dad militon hadday jiraan cid kub wadato ma jirto marka waxa weyaan waxaan xukuumadda jamhuuriyadda jibuuti ee madaxweyne ismaaciil cumar geele ma waxaan leenahay waxa weeyaan dadkan adaan mas-uulka ah cidii dhimato ciddii la dilo ciddii la tortirgareeyo 15 dhalinyaro 15 jir baa ku jira dadkan aad xidhay wariyaal baa ku jiro mudane madaxweyne haddaad ogtahayna dadka culayska ka daa haddii aad ogeyna dadka magacaaga dilaya culayskooda ee ay u horeeyaan ministerka arrimaha gudaha ee xasan dacallow iyo cabdilaahi cabdi waa in laga qabto dalka oo maaragtay lala hadlo ciidamada amniga ee maaragtay gaar ahaan jandarmeriga iyo booliiska oo si aan sida ula kaca u adeegsado u dabadhegtay maaragtay dadkii mataqaanaa shacbiga dalka ee maaragtay dalada iyasan marka waxaan leenahay dana maaragtay dowladda jamhuuriyadda jibuuti waa inay si kale u dhigto dagaalka ay kula jirto dalada iyasan dadka xuquuqdooda iyo awooddoodu yartahay ee siday kalaba siisan ku curyaameen inaan laga daayo jirjirka oo maasantiin